يبدو أن هناك تطورات في لبنان، طبعا تحليق على مستوى منخفض للطائرات الإسرائيلية يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، سماع دوي انفجارات أيضا، وبالإضافة إلى ذلك هناك بيان خرج من حزب الله يتحدث فيه عن أن المسيرة التي أشارت إليها إسرائيل سابقا وأنها دخلت في أجوائها قد استمرت في التحليق في الداخل في الجليل الأعلى حوالي 40 دقيقة، وذلك بحسب التصريحات والبيان الذي صدر لحزب الله. طبعا كان حزب الله قد أعلن بالأمس بأن لديه ترسانة من الصواريخ، وهناك تنامي لإمكانات الاستطلاع الجوي التي يتمتع بها حزب الله، وهو طبعا بحسب ما نعلم مدعوم إيرانيا. وهذه صور المشاهدين وصلتنا الآن مباشرة، ننقلها لكم للتحليق الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بعد ما تم الحديث عنه من رصد مسيرة. الجيش الإسرائيلي قال إنه لم يستطع أن يرصدها، وذلك في وقت سابق من هذا اليوم. على كل سنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال ورودها. نعود الآن إلى الملف، يبدو أننا مستمرين بهذا الملف وربما نحاول رصد التطورات على الأرض وتتبع ما يحدث من خلال مراسلينا في لبنان. إذن تطورات نشهدها الآن، تحليق على مستوى منخفض في العاصمة اللبنانية بيروت، هذه التطورات والتحركات الإسرائيلية تأتي بعدما أعلنت إسرائيل بأنها رصدت طائرة في وقت سابق ولكنها عادت إلى لبنان. حاول نظام القبة الحديدية اعتراض هذه الطائرة ولكن لم يستطع. كانت هناك معلومات تتحدث عن أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق الأجواء بطائرات مسيرة، 6 طائرات مسيرة خلال الفترة الأخيرة. حزب الله كان قد استعرض بالأمس قدراته في ذلك، وهذه صور للمقاتلات الإسرائيلية التي تحلق على علو منخفض في سماء العاصمة اللبنانية بيروت. ناهد يوسف مراسلة العربية معنا الآن مباشرة من بيروت. ناهد، ما المعلومات المتوفرة لديك وأنقلي لنا الأجواء من عندك؟ نعم ميسون، بداية أشير إلى أن ما أشيع عن انفجارات حصلت في بيروت غير صحيح. ما سمع في بيروت وفي أجواء بيروت هو صوت الطيران الحربي الإسرائيلي الذي حلق فوق علو منخفض فوق بيروت، ما يعني وهو الصوت الذي سمعه المواطنون هنا، والبعض ظن بأن هناك انفجارات، ولكن الأمر أو هذا الخبر غير صحيح. بآخر المعلومات أن إسرائيل نفذت غارات وهمية فوق لبنان وفوق بيروت، كانت منذ حوالي ساعة أو ساعتين أيضا نفذت غارات وهمية فوق مناطق جنوبية، وذلك ردا على المسيرة التي أطلقت إلى داخل إسرائيل، ولكن منذ بعض الوقت أو منذ حوالي دقائق سمعت صوت الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت، وبحسب المعلومات أنها غارات وهمية نفذتها الطيران الحربي الإسرائيلي. يعني بمعنى آخر، معلي ناهد، فقط لنتعرف على تطورات الموقف، مسيرة ومن ثم خرج حزب الله بتصريحاته أو البيان الذي يتحدث فيه عن أنه استطاع أن يخرق الأجواء لمدة 40 دقيقة، أجواء إسرائيل من خلال هذه المسيرة، ومن بعدها بدأت هذه الغارات الوهمية. يعني هذا بيان حزب الله، هذا يعني الذي ذكرته انتشر يعني في تزامنا مع هذه الغارات الإسرائيلية. هذه الغارات يعني سمع صداها منذ حوالي 10 دقائق أو 7 دقائق تقريبا من الآن. الآن يعني أنا وأنا معك على الهواء أقرأ بيان حزب الله الذي يعني بعض المعلومات التي ترد عن أنه استطاع الدخول إلى داخل إسرائيل لمدة 40 دقيقة وامتدت على طول 70 مترا وعادت. هذا بحسب بيان حزب الله. قد تأتي هذه الغارات ردا على ما قام به حزب الله منذ الصباح وبإدخال هذه المسيرة.
يعني طبعا هناك ترصد لما يمكن ان تكون رده فعل اسرائيل على ما قام به حزب الله. كانت بدايه صباحا هذه الغارات الوهميه التي نفذها فوق الجنوب والان في بيروت، وهو الامر يعني المستغرب قليلا بالنسبه للبنانيين، لانه عاده ما يكون تكون هذه الردود الفعل او الغارات فوق المناطق الجنوبيه وتحديدا المناطق التي هي بيئه حزب الله وليس فوق العاصمة بيروت. وعلى هذا العلو المنخفض ما يعني دفع البعض إلى الظن بأنها انفجارات حصلت في بيروت، لأن الصوت الدوي الصوت كان قويا جدا. طيب بمعنى آخر الرسالة لمن بهذا الإطار إذا كان هناك في تغير بحدود التحليق الإسرائيلي في لبنان؟ يعني قد تكون رسالة للبنان بأجمع، خصوصا وأن هذه الحكومة اللبنانية يسيطر عليها حزب الله، قد تكون هذا ردا على 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 الحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله. اليوم صباحا كان الرد الإسرائيلي أو بعض الصحف الإسرائيلية تحدثت عن أن الرد سيكون فقط في مناطق، أو إن كان سيكون هناك من رد سيكون على المناطق التابعة لحزب الله، ولكن اليوم يعني ما حصل منذ بعض الوقت وفوق العاصمة بيروت قد تكون رسالة إلى الحكومة اللبنانية بأجمعها التي لا تستطيع أن تسيطر أو أن يعني تقمع حزب الله إذا جاز التعبير، الذي يتصرف كما يحلو له وهو مستلم، يعني يستلم زمام أو قرار الحرب والسلم بدون العودة إلى الحكومة اللبنانية وقرارات النائب نفسه، إذ أنه يتصرف كما يشاء وفق أجنداته السياسية خصوصا تلك التابعة لإيران. لذلك قد تكون هذه الرسالة إلى الدولة اللبنانية بأجمعها من أجل بسبب ما يقوم به حزب الله من تصرفات. إسرائيل أكثر من مرة حملت الحكومة اللبنانية مسؤولية أي تطورات على حدودها. صحيح. هل لدينا أي معلومات عن تطورات على الأرض على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ هل هناك من استنفار أو لا؟ بحسب يعني بعض الاتصالات التي قمنا بها صباحا، كانت هناك الجولة كان هادئا جدا صباحا، ليس هناك من حركة غير طبيعية. بطبيعة الحال الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المنتشرة على الحدود الجنوبية، لذلك يعني الوضع حتى الساعة هادئ. طبعا يعني سنبقى على يعني نبقي اعيننا على الوضع هناك، وان كانت سيكون هناك من تطورات ميدانيه على الارض او اي تحركات غير طبيعيه على الحدود. من بعض المعلومات كان هناك حديث عن انه المسيره ليست المسيره الاولى، حوالي 6 مسيرات قد ارسلت الى اسرائيل خلال الفتره الماضيه، هل تم التاكد من هذه المعلومات؟ في رصد، في نفي او تاكيد؟ حتى الساعة ميسون يعني لم يتم أي تأكيد أو نفي هذا الموضوع. كان حسن نصر الله أمين عام حزب الله تحدث قبل يومين عن أنه لديه كميات كبيرة من هذه المسيرات وسيبدأ بإرسالها إلى إسرائيل، ولكن الأعداد هذه المسيرات التي أرسلت لم يتم الإعلان عنها أو تأكيد أو نفي هذه المعلومة. يعني هذه على كل سأعطيك بعض الوقت لتتبع آخر التطورات وأعود إليك في سياق هذه النشرة، فقد دعونا نتابع هذه الصور مشاهدينا طبعا التي وصلتنا قبل قليل. إذن مراسلتنا تحدثت عن غارات وهمية ولكن طبعا بتحليق على علو منخفض للطائرات الإسرائيلية، أيضا نفت وجود أو وقوع أي انفجارات، المعلومات غير صحيحة، ولكن وصول الطائرات بهذا العلو المنخفض إلى العاصمة بيروت والصوت من وراء أدى إلى أن يظن البعض بأن هناك انفجارات.
إذن مشاهدينا، الأعين الآن على لبنان وتحديدا على العاصمة اللبنانية بيروت، حيث وصلت الطائرات الإسرائيلية في غارات وهمية طبعا إلى هناك إلى قلب العاصمة. عادة ما تكون حدود التحركات كرد فعل على حزب الله في الجنوب اللبناني، ولكن الملاحظ هذه المرة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قد وصلت إلى العاصمة. طبعا كان هناك أيضا غارات أخرى على مناطق جنوبية منذ حوالي الساعتين، ولكن منذ دقائق من الآن تم رصد طائرات أخرى. تم نفي ما أشيع من أنباء عن انفجارات، فالمعلومات غير صحيحة. ليس هناك من انفجارات في العاصمة، وإنما هي صوت للطيران الحربي الإسرائيلي بسبب تحليقه على علو منخفض. طبعا هذه غارات وهمية لا استهدافات حتى الآن، قرأت على أنها رسالة للحكومة اللبنانية، كما الحال لحزب الله الذي خرج ببيان أيضا قبل دقائق من الآن يؤكد فيها أن مسيرته التي أرسلها إلى إسرائيل قد حلقت في سماء إسرائيل 40 دقيقة دون أن يتم رصد هذه المسيرة. طبعا هي مسيرة فيها إمكانات للاستطلاع الجوي. طيب أعود إليك ناهد، أي جديد؟ تفضلي. طيران حربي إسرائيلي فوق الضاحية. طيب سنحاول العودة إلى ناهد بعد قليل، ولكن نكمل معكم مع هذه الصور التي تردنا تبعا، عن صور لسماء بيروت التي وصلت إليها الطائرات الحربية الإسرائيلية. كانت هناك منذ ساعتين أصوات للطائرات الحربية على الحدود اللبنانية، اخترقت السماء. طبعا هناك توتر قائم وبدأ يتصاعد منذ فترة، وتحديدا في اليومين الماضيين ما بين إسرائيل وميليشيا حزب الله. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت بعد دخول طائرة مسيرة طبعا أرسلها حزب الله إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان. تم في ذلك الوقت إطلاق الصفارات، صفارات الإنذار. طبعا مشاهدينا، بعد ذلك خرج حزب الله، ونحن نتحدث عن دقائق من الآن، ببيان مفصل حول المسيرة، وهي للاستطلاع الجوي، وهي جزء من القدرات التي تباهى بها حزب الله بالأمس خلال خطاب تحدث فيه عن التكنولوجيا التي وصل إليها من طائرات مسيرة تعد وتصنع في الداخل اللبناني. على كل معنا الآن من القدس جمانة خديجة، مراسلة العربية. أهلا بك جمانة، ما هو الموقف من الجانب الإسرائيلي؟ أي معلومات؟ بالإمكان القول بأن هنالك تطور لافت بما يحدث الآن، وذلك بتحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في المجال الجوي اللبناني، ولكن هذا الأمر ليس بالجديد، يعني نشهده من كل فترة وأخرى. ولكن اللافت في الموضوع بأن هنالك محاولة من كان من قبل حزب الله في لبنان لتثبيت المعادلة بأن كل اختراق للمجال الجوي اللبناني سيتم الرد عليه من قبل حزب الله، ولكن إسرائيل لا تريد تثبيت هذه المعادلة، وفي هذه المرحلة تدرس الخيارات، خيار الرد من عدمه. ولذلك علينا متابعة ربما الساعات أو الأيام القادمة لمعرفة ماهية الرد الإسرائيلي في حال كان وتوكلته. نعم جمانة، كنا نتحدث قبل قليل مع ناهد، وقالت أنه قضية توسيع إطار التحليق في لبنان للوصول إلى العاصمة اللبنانية قد يكون رسالة للحكومة اللبنانية. الموقف الإسرائيلي بهذا الإطار، تحميل كامل للحكومة اللبنانية مسؤولية ما يحدث؟ بالإمكان القول بأن كما تطرق بأن بيروت كان في العمق اللبناني لربما يوازي أيضا إلى قيام المسيرة اللبنانية بالدخول إلى عمق
الأراضي الإسرائيلية وبالتحديد منطقة الجليل، والتي كانت يعني شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الهدوء النسبي. بالإمكان أن يكون ذلك رسالة، ولكن قيام الطائرات الإسرائيلية بالتحليق في علو منخفض في الأجواء اللبنانية هو أيضا ليس بالأمر الجديد. طيب، وأيضا فيما يتعلق بالمسيرة، إسرائيل حزب الله خرج وقال بأن المسيرة استطاعت التحليق 40 دقيقة في الأجواء الإسرائيلية. ما هي الرواية الإسرائيلية بهذا الإطار، وخاصة أنه في معلومات تتحدث أنها ليست المرة الأولى، حوالي 6 مرات تم رصد مسيرات دخلت الأجواء دون اعتراض؟ هنالك منطاد يعني تابع لسلاح الجو الإسرائيلي وأيضا للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية بالقرب من سوريا ولبنان، والذي يقوم برصد المسيرات وأيضا الصواريخ التي تقوم بالتحليق على علو منخفض كصواريخ كروز، والتي هدفها وتحديدها هي المسيرات التي من الصعب عادة رصدها من قبل إن كان الرادارات. ولكن هنالك مسيرات أخرى أيضا يعني تقوم بالدخول إلى المجال الجوي الإسرائيلي واختراقه، والتي يتم أيضا إن كان إسقاطها أو اعتراضها كما كان هو الحال البارحة. ولربما دخول مسيرتين إن كان أمس واليوم أيضا قد يكون سببا بالنسبة لإسرائيل للرد، وذلك لعدم تثبيت المعادلة التي يحاول حزب الله تثبيتها في هذه المرحلة بأنه بالإمكان الدخول إلى المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يكون هنالك رد. إلى أي حد هذه الحكومة قادرة على التعاطي على فتح أكثر من جبهة؟ نحن نعلم أن حي الشيخ جراح مشتعل، وهناك تخوفات كانت إسرائيلية من أن نعود إلى ما كان الوضع عليه عندما خرجت الصواريخ من غزة، الجولان نعرف التطورات على الأرض فيه، والآن الجبهة اللبنانية. الحكومة قادرة على التعاطي مع كل هذه الجبهات؟ رغم تعدد هذه الجبهات هنالك نقطة هامة بالنسبة لإسرائيل وكل ما يتعلق بأمنها القومي وسلامة مواطنيها، وبالنسبة إليها المسيرات وأيضا الصواريخ الدقيقة ومركبات زيادة دقة الصواريخ تعتبر خطا أحمرا الذي إسرائيل لا تسمح بوجوده بالقرب من حدودها المتاخمة، ولذلك يعني هي لا تحتاج إلى الضوء الأخضر إن كانت تريد الرد، وتضع هذا الأمر في سلم أولوياتها فيما يتعلق بحماية وسلامة مواطنيها. نانسي بيلوسي خلال زيارتها إسرائيل أكدت على دعم الولايات المتحدة للخط الدفاعي الإسرائيلي وأمن إسرائيل. إلى أي حد مثل هذه التطورات تدفع أكثر وأكثر للدعم الأمريكي، وما هو المطلوب إسرائيليا بهذا الإطار؟ الدعم الأمريكي الذي يتحدث عنه إسرائيل إن كان مع نانسي بيلوسي أو مسؤولين آخرين إن كان في الإدارة الأمريكية هو يتعلق بتمويل القبة الحديدية، وأيضا يعني هذا الأمر يؤدي بنا من جديد إلى جبهة إسرائيل الداخلية التي تحاول إسرائيل زيادة استعدادها إن كان الأمر يعني في نهاية المطاف كان هنالك عملية عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى أن يكون هنالك رد. بالإمكان أن يكون الرد من الحدود القريبة لإسرائيل من سوريا أو من حزب الله في لبنان، وأيضا قد يكون من إيران وغيرها من طبعا إن كان الحوثيون في اليمن وغير الجماعات الموالية لإيران. لذلك إسرائيل تحاول أيضا زيادة استعداد الجبهة الداخلية، ولكن إسرائيل في موازينها تعلم بأن الجبهة الداخلية ليست مستعدة، ولكنها ما زالت يعني بالنسبة إليها هناك خطوط حمراء التي هي أهم وهي مستعدة من أن تدفع الثمن بها، وذلك لحماية مواطنيها وأيضا إن كان منع إيران من الوصول إلى المقدرة النووية. طيب، سؤال أخير فيما يتعلق بالتحركات على الأرض على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أي استنفار؟ وإذا كانت إسرائيل معنية بالرد الآن، سنستمع إلى إعلان رسمي أو تحركات على الأرض ومن بعدها تبدأ الضربات؟ كيف تتعامل إسرائيل بهذا الإطار؟ ما زالت الدوائر الأمنية في إسرائيل تجري مباحثات حول ما هي الرد في حال كان خلال الساعات أو الأيام المقبلة، ولكن يجب أن ندخل بأن قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بالتحليق على علو منخفض في سماء بيروت هو برسالة وتحرك لافت تحاول به تحذير الجهات اللبنانية بأنه لن يتم تثبيت أي معادلة إسرائيل غير غبة فيها. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات جمانة خديجة، كانت معنا من القدس.